الخير. أحد رؤساء الأحزاب السياسية اتهم أحزابا وشخصيات بأنها تلتقي هيئة الوساطة والحوار سرا في حين تنتقدها علنا. مباشرة بعد هذا التصريح خرج حزب حركة مجتمع السلم بالنفي القاطع في محاولة لإبعاد الشبهات عن نفسها بالقول إنه لم يتم أي لقاء مع كريم يونس لا في إطار رسمي أو في غير رسمي. وهنا نطرح هذا السؤال، هل أصبح لقاء كريم يونس يصنف في خانة الخيانة للحراك والشبهة التي لا تغتفر؟ وهل أصبح الذي يلتقي بهيئة الوساطة وطني؟ وهل أصبحت الهيئة في حد ذاتها معيار للوطنية أو الخيانة؟ وبين السر والعلن والرفض والقبول عادت مرة أخرى اتهامات الأحزاب لبعضها في صورة تسترجع للأذهان ما كان يحصل في النظام السابق حين كانت الأحزاب تهوى لعبة القذف وتبادل الأحكام على بعضها لإلهاء الشعب على قضايا بلاده الكبرى يعلق أحدهم. طبقة سياسية يقول عنها البعض إنها تعتقد أن الجزائر تعيش وضعا عاديا وتناور وكأن البلاد في أريحية من أمره، فهل يعي قادة الأحزاب بأن بعض التشكيلات السياسية باتت مرفوضة والبعض الآخر لا يوثق فيه؟ وبين البعض الأول والبعض الأخير تجاوز الحراك جميع هذه الأحزاب السياسية. وفي سياق آخر خطاب جديد للفريق أحمد قايد صالح أكد فيه أن مؤسسة الجيش ستكشف قريبا عن حقيقة أصحاب المراحل الانتقالية، مبرزا أن هناك معلومات مؤكدة حول تورط هذه الأطراف لخدمة مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها. بعد الفاصل مشاهدينا ونفصل. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج من الحياة. أسعد اليوم كثيرا باستضافة السيد جمال غول رئيس المجلس الوطني لنقابة الأئمة. مرحبا بك سيد جمال غول. شكرا، بارك الله فيك على الدعوة. وأسعد أيضا باستضافة ناشط سياسي والناشط في الحراك السيد جابر بن سديرة. مرحبا بك سيد جابر بن سديرة. شكرا. نبدأ النقاش بمشاهدة هذا التقرير للزملاء في قسم الأخبار ثم نعود. يبدو أن آخر تصريح لرئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرينة أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية، حيث تساءل الكثيرون عن هذه اللقاءات السرية التي تخرج عن سيرورة الحوار الذي دعا إليه كريم يونس، لتخرج بعض الأحزاب لتبرئة نفسها من هذه اللقاءات وآخرها حركة حمص. يعني نحن فعلا ما تلقيناش مع سر، هذا هو السبب، لأنه هو اللي ما لم يلتقي سر، هذا هو. كريم يونس من جهته نفى لقاءات اللجنة السرية مؤكدا أن وقت اللجنة مكرس في اتجاه إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السياسية بالإضافة إلى الخروج منها. ما عنديش أنا تعليق حول مواضيع مثل هذه، أنا نكرس كل وقتي في اتجاه الحلول المناسبة للمسائل السياسية المطروحة حاليا في بلدنا. سمعتي، أنا أمور هامشية ما فيش القيمة لها، خلاص سرية ولا الأمور هذه ما ندخلش فيها، ما ندخلش فيها، ماشي هذه اللي تهم الجزائر، ماشي هذه اللي راح تخرجنا من المأزق. بين هذا وذاك يرى محللون سياسيون أن تصريحات بن جرينة أخرجت بعض الأحزاب السياسية من عرينها بعد غياب طويل في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة من صحة هذه اللقاءات السرية من عدمها. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا. أبدأ النقاش معك سيد جمال غول. بالأمس كان هناك تصريح لسيد عبد القادر بن جرينة أكد فيه أو قال فيه بأن هناك أحزاب سياسية أو قادة أحزاب سياسية وشخصيات تلتقي بهيئة كريم يونس أو هيئة الوساطة والحوار سرا في حين تنتقدها علنا. البعض قال بأنها يعني كقنبلة فجرها في الساحة السياسية، خاصة عندما لم يكشف عن الأشخاص الذين التقوا مع هيئة الوساطة والحوار. هل أصبح الالتقاء بهيئة الوساطة يوع مقياس للخيانة ومقياس للوطنية ومقياس لحب البلاد أو غير ذلك سيد جمال غول باعتقادك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد،
أيها المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا المتتبع لأحوال الأزمة السياسية في الجزائر، وهذه لجنة الحوار التي يترأسها سي كريم يونس، سوف يرى أن هناك جدل كبير جدا حول هذه اللجنة، وهذا يجعلنا نتكلم حول هذه اللجنة ودورها ومضمون الحوار اللي داخل هذه اللجنة، وبعد ذلك مخرجت هذا الحوار من هذه اللجنة. فكثرة الجدل وكثرة الكلام وكثرة الانتقادات لهذه اللجنة، هذا يضعف من قوة هذه اللجنة، سوف يضعف من مضمون هذه اللجنة، وسوف يضعف أيضا من مخرجة هذه اللجنة إذا بقي الحال على هذا الحال. نحن في اعتقادنا أن هذه اللجنة هي من رفضت أن يلتحق بها نشطاء حقيقيين وأشخاص وهيئات ذات مصداقية على مستوى الحراك أو على مستوى المجتمع الجزائري. فطريقة الاستدعاء أعضاء هذه اللجنة يشوبه كثير من الغموض، حبذا لو كان بطريقة أخرى حتى يكون الأمر بينا لدى الجميع، ويكون هذا الحوار شامل للجميع دون إقصاء، ومن أناس لهم مصداقية في الحراك. الناس اللي يخرجوا يوم الجمعة سوف يسمعون كلام كثير جدا حول هذه اللجنة، حول مديرها، حول تسييرها، حول مضمونها. ولذلك يعني لا مناص إذا أردنا الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة التي تضرب البلاد منذ تقريبا حوالي 6 أشهر، ولا ندري إلى أين سوف تستمر هذه الأزمة. إذا كنا ننظر ونريد إنقاذ الجزائر وليس إنقاذ جهة معينة على حساب جهة أخرى، لابد أن نعيد النظر في هذه اللجنة. إذا كنا نريد إذا كنا نريد معينة على حساب جهة أخرى، من الذي يريد؟ إذا كنا نريد أن نتفق على الأهداف وبعد ذلك الطريق يسهل، بعد حتى واختلفنا في الطريق المهم تكون الأهداف واضحة. ولكن الأهداف من الذي يريد الأهداف أن اليوم سيد جمال نكمل الفكرة بعد أسأل سؤالك. الأهداف اليوم معروفة، الأهداف التي ينبغي أن نتفق عليها، الأهداف هي المطالب المرفوعة ضمن أو من طرف الحراك الشعبي، اللي هي مطالب مشروعة، مطالب عادلة، مطالب لحل أزمة سياسية، وهي تغيير النظام الذي فشل في تسيير دواليب الحكم في هذا البلد وأوصلنا إلى هذا المسد، إلى المطالب، إلى انتقال ديمقراطي حقيقي سلس آمن وسلمي. فلا ينبغي أن نلتف حول هذه المطالب الأساسية وننشغل بما هو ليس استراتيجي أو بما هو هامشي أو بما هو جانبي على جميع المستويات اللي راهي تدير في الحلول، سواء على مستوى الأحزاب السياسية، سواء على مستوى النشطاء والنخب الوطنية، سواء على مستوى المجتمع المدني. وهذا الذي قمنا به نحن كمجتمع مدني منذ يعني بداية الحراك. طيب نعود إلى سؤالي، من الذي يريد أن ينقذ جهة معينة على حساب جهة أخرى، ولماذا هذه الأفكار بالضبط التي تشوش على مطالب الحراك الشعبي في هذا الظرف بالذات؟ الذي احنا هذا نستخلصه كمن مؤشرات اللي راهي من حولنا. الآن الذي يجيب على هذا السؤال هي السلطة اللي راهي عندها مقاليد الحكم الآن في يديها، وهي التي تسعى إلى الخروج من هذه الأزمة، هي اللي عندها الجواب على هذا السؤال. احنا مجرد تحليلات لمؤشرات تقع أو نراها في واقعنا المعاش. طيب سيد جابر بن سديرة، كيف تنظر أنت أيضا إلى، قبل أن نبدأ النقاش شاهدنا تقرير الذي يؤكد أو يقول فيه عبد القادر بن قرينة بأن هناك شخصيات وأحزاب سياسية تلتقي بهيئة كريم يونس سرا وتنتقدها علنا، كيف تنظر أنت أيضا إلى هذه التصريحات وفي إطار ماذا تصنفها سيد جابر بن سديرة؟ هي ربما تصنف في جانب النفاق السياسي، هذا هو التصنيف تاعها في جانب النفاق السياسي. ولكن لا ننسى أيضا أن للحوار يعني طرق مباشرة وطرق غير مباشرة، يعني إبداء النية، الاتفاق على ما هي النقاط الأساسية التي سنتحدث حولها في الحوار، الاتفاق ربما على المبادئ المشتركة، نقاط الاختلاف، هذه كلها يعني يمكن أن تدار يعني في اتصال غير مباشر.
وهذا معروف يعني في كل يعني المفاوضات ولا حتى الحوارات اللي صارت عبر دول العالم في الدول التي مرت بمثل ازمات الجزائر، لانه المشكل حاليا عندنا ازمه ثقه، وازمه الثقه هذه خلت انه اطراف الحوار مازال ما برزتش. هنا نشوفوا المجتمع المدني المهيكل يعني المعتمد راهو يعني قدم المبادرة تاعه ودار الاجتهاد تاعه وهو مشكور على ذلك، ولكن الحراك لحد الآن لم يعين من يمثله أو من يفوضه يعني للحوار، وحتى أنه يعني لديه بعض يعني بعض المخاوف من هذه اللجنة التي ربما يعاب على بعض أعضائها بانتمائهم إلى يعني النظام السابق ومساندتهم يعني لعهودات سابقة وغيرها من الشوائب. طيب من الذي لم يعي بعد بأن الأمور تغيرت سيد جابر بن سديرة، بأن الأمور لم تبقى كما كانت في السابق، بأن الكثير من الأمور تغيرت؟ هل هي الأحزاب السياسية ربما التي تبقى أو كما يقول البعض أنها وفية لعاداتها وفية لممارساتها السابقة، أم أن المشكل أيضا في السلطة التي لا تريد كما يقول البعض أيضا الاستماع لمطالب هذه المبادرة السياسية لحراك المجتمع المدني حتى للأحزاب السياسية والمعارضة أيضا؟ من الذي لم يفهم بعد المعادلة الآن، أم أن هناك إصرار وتعنت من طرف بعض الجهات ضد أخرى؟ هي يعني بطبيعة الحال هي الجهات التي تبحث عن المراحل الانتقالية والمراحل التأسيسية هي بطبيعة الحال من هي ضد هذه اللجنة وضد كل من يبادر، كل من يبادر فهي ضده. يعني هنا نشوفوا أنه كل يعني دراسة درتها أنا شخصيا، كل الدول التي مرت بمراحل تأسيسية دون استثناء وأنا يعني متأكد من الكلام تاعي بأت بالفشل، وبعد فشلها ذهبت مباشرة إلى الانتخابات، لأنه تجسيد السلطة الشعبية لا يتم إلا بانتخابات نزيهة وشفافة، وهذا هو الشيء اللي نحوس عليه، نحوس كيف يتمكن الشعب الجزائري من اختيار رئيسه لأول مرة في التاريخ، كيف نضمن انتخابات نزيهة. يعني يجب يعني في نظرنا يجب أن يتركز يعني الحوار كله يجب أن يصب في هذا الطرح، طيب كيف نجسد مبدأ السلطة الشعبية. سيد جابر بن سديرة، طيب أحزاب البديل الديمقراطي ربما أبدت نيتها في التنازل على مطلب المجلس التأسيسي وعوضته بالمسار التأسيسي قبل يعني المرحلة الانتقالية، تنازلت نوعا ما، هل ترى بأن هذه الأمور إيجابية، خطوة إلى الأمام من أجل التوافق حول التوافق للخروج من الأزمة؟ هي بطبيعة الحال احنا نشوفه أنه الأصل تاع الحوار أنه فيه الرأي والرأي الآخر، ولكن الإقناع بالحجة هو الفيصل، يعني في نهاية المطاف يعني الإقناع بالحجة هو الفيصل. نشوف أنه أطراف الحوار اللي برزت حاليا يجب أنها يعني تلتقي مع بعضها في محاولة لتقديم بعض التنازلات والتوافق يعني على مقترحات موحدة للمجتمع المدني المهيكل، ثم يجب أن نترك فرصة للشباب. المشكل أنه الشباب مغيب في الحوار، يعني نحن بدورنا قمنا بمجموعة من الشباب قمنا بجولة عبر التراب الوطني فاقت الألف لقاء، فتنا 1000 لقاء درناه في 48 ولاية، أنا شخصيا يعني سافرت ل 38 ولاية وأجريت أكثر من 300 لقاء، أردنا تتويجها بلقاء وطني في العاصمة يوم السبت الفارط، ولكن للأسف الشديد يعني اصطدمنا برفض مصالح ولاية الجزائر الترخيص لهذا اللقاء، وهذا مناف تماما لما تصرح به لجنة الوساطة التي دعت المواطنين إلى تقديم مبادرات يعني بأنفسهم، وهو مناف تماما إلى تصريح رئيس الدولة الذي تعهد بتهيئة كل الظروف وتقديم الإمكانيات اللوجستيكية لإنجاح الحوار. يعني هناك تناقض هنا، يعني نناشد السلطات أنها تمكن الشباب من عقد لقاءات جوارية أو جهوية أو حتى ولائية يعني لإعطاء فرصة أكثر للشباب. هنا اللقاء اللي درناه بلورت الأفكار تحت شعار خلوا الشباب يتكلم، نريد أن يعني يكون هناك مناخ، تكون هناك فرصة للشباب أنه يعبر يعني عن آرائه موجهة للشباب. سيد جابر بزن، طيب سنعود إلى المبادرة، أنتم أيضا سيد جمال غول اجتمعتم في فعالية المجتمع المدني في 24 يعني قبل يومين فقط، أنتم الآن بصدد تحضير إلى لقاء آخر مع أحزاب المعارضة وأحزاب أيضا البديل الديمقراطي، أحزاب معروفة الأفافاس وغيرها، كيف ترى أيضا أنت سيد جمال غول هذه
هذه التنازلات من طرف أحزاب البديل الديمقراطي هل هو مؤشر إيجابي للذهاب إلى مرحلة أخرى، مرحلة ترى النور أو لإيجاد مخرج؟ كيف تراها سيد جمال غول؟ نعم، نحن في فعاليات المجتمع المدني كما ذكرت سابقا بدأنا هذا العمل منذ انطلاق الحراك كنقابات مستقلة لما أسسنا الكونفدرالية النقابات الجزائرية، ثم رأينا أن الشأن عام وينبغي أن يوسع إلى الجمعيات الوطنية والمنظمات والعمادات الطبية والمهنية الأخرى، وهذا ما وقع من خلال عدة لقاءات تشاورية. وصلنا إلى ندوة وطنية خاصة بالمجتمع المدني في 15 جوان الماضي، وأعلننا فيه عن مبادرة توافقية بين هذه الجمعيات وبين هذه النقابات لترسم خارطة الطريق على الأقل يلوح من خلالها أفق الحل من هذه الأزمة السياسية. وكان من توصيات هذه الندوة 15 جوان أن نوسع هذا الفضاء وهذا العمل إلى الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والنخب الجزائرية، وهذا ما عملنا عليه على مدار هذا الشهرين السابقين من 15 جوان إلى 24 أوت بعد اتصالات وتواصل ثنائي مع جميع الأحزاب ما عدا طبعا الأحزاب الموالاة ومع كثير من الشخصيات الوطنية والنخب الجزائرية. فوصلنا في الأخير إلى عقد هذا اللقاء التشاوري الأول في 24 أوت الماضي يوم السبت الماضي، من أجل أن نجمع بين الرؤى بين الوثائق والمبادرات المطروحة. اليوم المبادرات كثيرة، أنا أسمع سي جابر يقول مبادرة السلطة الشعبية 300 لقاء، يعني تصور 300 لقاء يعني في 6 شهور نوعا ما شيء خارج عن دعوتهم إلى المبادرة، مبادرة فعالية المجتمع المدني لم يتم دعوتهم وربما لانه احنا مبادرتنا مبنيه على معايير معينه. ما هي هذه المعايير؟ معايير أن اولا لما كنا في المجتمع المدني كانت المعايير واضحه، وهي كل منظمه او عماده او جمعيه وطنيه. هذا المعيار اللي باش ما تميعش الامور وحتى لا نقصي احدا. ثم الان لما هاد نفس التشكيله هذه مع أنه هناك من انسحب من هذه الفعاليات، اللي بقى متمسك بمبادرتنا وأرضيتنا اللي رسمناها وشكلناها على توافق مع بعضنا البعض، قلنا نوسعها الأحزاب السياسية واضحة، الأحزاب السياسية المعيار واضح، الشخصيات الوطنية والنخب الجزائرية، وقمنا بهذا العمل في 24 أوت. قلت المبادرات كثيرة، الآن المبادرة اللي ناجحة أرضية مبادرة ناجحة في العشر جويلية، قلتم أو ثمنتم مبادرة المعارضة التي كانت في مزافرة. مبادرتنا غير مبادرة مزافرون. ثمنتم الأرضية. لا، لم نثمنها ولم نتحدث عن مبادرة مزافرون، وإنما الأمر الآن يخص أزمة حديثة بدأت في بوادرها في 22 فبراير لتراكمات سابقة إلى غير ذلك. قلت إحنا المبادرات كثيرة، المبادرة الناجحة هي المبادرة التي تستطيع أن تجمع. اليوم احنا في أزمة نحتاج إلى الجمع، لا نحتاج إلى التفرق. اليوم احنا عمره ما كان التنوع في الجزائر يشكل خطر، عمره ما كان يشكل خطر، بالعكس اليوم لابد أن يجتمع الجميع، ولابد أن نضع جانبا الحسابات الشخصية والمشارب الإيديولوجية من أجل حل الأزمة، لأنه احنا في حالة أزمة. اليوم الطموح الوحيد للمشروع والتنافس الوحيد المشروع من أجل إنقاذ الجزائر. كل الطموحات الأخرى تؤجل. احنا كنقابات مهنية عندنا كثير من ملفات راهي متراكمة مع الموظفين والوزارات القطاعية، ولكن تم تأجيلها من أجل هذا الوضع السائد في البلاد لحل الأزمة، ثم كل واحد يرجع إلى تخصصه الأولي. قلت المبادرة التي تنجح المبادرة الجامعة، ونحن في 24 أوت الماضي استطعنا أن نجمع كل الحساسيات على اختلاف أيديولوجيتها واختلاف برامجها واختلاف نظرتها ورؤاها لحل الأزمة الحالية، استطعنا أن نجمعهم في لقاء تشاوري، وهذا فيه من النجاح ما هو يعني ينبغي أن نفتخر به، وينبغي أن يدعم ويثمن من طرف الحراك ومن طرف المجتمع الجزائري. لماذا؟ لأنه لم يستطع أي حزب أو أي مبادرة أخرى أن تجمع هذه الحساسيات بتنوعها ورؤاها المختلفة، واستطعنا أن نفعل ذلك وأن يجلس الجزائريون على اختلافاتهم في طاولة واحدة ويتناقشوا في حل أزمتهم، وهذا أمر إيجابي جدا جدا جدا، بدليل أن الخطابات
تاع الناس اللي اجتمعوا في ذلك اليوم كلها كانت إيجابية، كلها كانت توحي بالتنازلات، كلها كانت توحي ب وتوافق على التوافق من أجل حل توافقي لهذه الأزمة. هل هذه التنازلات هي بداية للانفراج؟ طبعا بدون شك لا بد أن تكون هذه التنازلات من أجل أن تنفرج الأزمة، لأن الوضعية ليست وضعية عادية، هي وضعية وضعية ثورة شعبية. لابد أن يعي الجميع سواء كانت سلطة أو أحزاب أو مجتمع مدني أن هناك مجتمع جديد الآن، مرحلة جديدة لابد أن يعيها الجميع. الجميع الأطراف سيد. طيب مبادرتكم أنتم السيد جبر بن سديرة لمن موجهة؟ هل هي الموجهة أيضا للمجتمع المدني، أحزاب سياسية، من تستهدف بالضبط؟ وكيف أيضا ترى التنازلات، تنازلات بعض الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات، هل هي بادرة خير لتنظيم انتخابات في أقرب الأجال سيد جبر بن سديرة؟ منذ بداية الحراك يعني قمت رفقة مجموعة من الخبراء يعني بدراسة معمقة تقريبا لـ50 قانون تنظيم انتخابات، اطلعنا أيضا على يعني تقارير هيئة الأمم المتحدة فيما يخص مراقبتها وملاحظتها للانتخابات عبر دول العالم، حتى اطلعنا على تقارير المنظمات الغير الحكومية المتعودة على مراقبة الانتخابات، اطلعنا أيضا على عدة رسالات دكتوراه فيما يخص تنظيم الانتخابات، وخرجنا يعني بمشروع الندوة الشعبية المستقلة الذي يجسد مبدأ السلطة الشعبية وهو بدون إقصاء أي جهة. يعني المجتمع المدني عنده دور في الندوة الشعبية المستقلة كقوة اقتراح وفق الدستور، يعني في المواد 52 53 54 من الدستور أن المجتمع المدني هو جزء لا يتجزأ من النظام ويمارس السلطة دوره يعني بالتودد إلى المادة 7 و8 من الدستور. هنا الفكرة تاعنا واش تقول أنه نمكن السلطة الشعبية من اختيار من يمثلها يعني في تنظيم الانتخابات يعني على مستوى البلديات. هنا الفكرة تعنا أنه السلطة الشعبية تختار في كل بلدية مندوب يكتسب العضوية في ندوة شعبية رفقة المجتمع المدني الذي يكتسب الصفة الاستشارية يعني وفق الدستور. هنا مشينا في إطار يعني مبادئ الدستور، المادة 7، المادة 8، المادة 9 اللي تقول أنه الشعب يختار لنفسه مؤسسات، المادة 11 اللي تقول أنه الشعب يختار لنفسه يعني ممثليه. هنا الفكرة هذه بنيناها على أساس أنه رانا في أزمة ثقة، أزمة ثقة يعني السلطة الشعبية سحبت الثقة من بقايا النظام السابق يعني في إشراف على انتخابات. إذن يجب التفكير في كيفية تمكين السلطة الشعبية من اختيار من سيقود المرحلة ومن سينظم هذه الانتخابات. ومع من تواصلتم سيد جبر بن سديرة؟ مع المجتمع المدني، تواصلتم مع أحزاب سياسية، من هي الأطراف التي توجهتم لها، أم أنه فقط الشباب الغير المتحزب من الحراكيين هم الذين استهدفتموهم في مبادرتكم؟ يعني نحن منذ بداية الحراك يعني قمنا بالاتصال تقريبا بكل الفاعلين في المجتمع من أحزاب سياسية سواء كانت في السلطة أو كانت في المعارضة، اتصلنا أيضا بفعاليات المجتمع المدني، اتصلنا بجمعيات، بنقابات، اتصلنا بنشطاء، اتصلنا حتى يعني بمترشحين سابقين للانتخابات الرئاسية، اتصلنا بإبراهيمي بن بيتور، علي بن فليس، وشي هذا اللي عرضنا يعني لبعض الانتقادات وبعض يعني الناس الانتهازيين اللي استغلوا يعني خلوا كل الصور وكل اللقاءات اللي درناها وهي موثقة يعني في الفيسبوك في صفحة مشروع الندوة الشعبية المستقلة، استغلوا فقط يعني لقاءنا بالسيد جميعي الذي هو الأمين العام للأفلان. لكن لماذا ذهبتم من الجميع أنتم؟ نحن ذهبنا، أنتم تعلمون بأنه هناك حراك ينادي إلى التغيير، لماذا ذهبتم؟ كان من المفروض أنكم تقبلوا هذه الانتقادات في نهاية المطاف. يعني سأجيبك، احنا ذهبنا ليس إلى جميع، بل ذهبنا إلى الحزب الأفلان الذي هو حزب السلطة وحزب الأغلبية البرلمانية الذي نريد رحيلها. احنا المشروع تاعنا وش فيه؟ فيه أنه الشعب يختار من سيقود المرحلة. يعني هنا كي رحنا يعني الأفلان كانت جرأة منا أن تذهب إلى شخص وتطلب منه الرحيل. يعني هنا ذهابنا إلى الأفلان ذهبتم إليه من أجل أن تقول له ارحل. يعني احنا مشروع الندوة الشعبية المستقلة يجسد مبدأ السلطة الشعبية. يعني هنا في بداية الحصة كنا تحدثنا عن التنازلات، يعني إذا كان يعني الحزب العتيد يعني حزب الأفلان كانت عنده النية أنه يعني يقدم بعض التنازلات وكانوا تنازل أقل شيء وكان نسحب من البرلمان. يعني إذا كان رفض شعبي وشفنا في الحراك نازل برئاسة البرلمان إلى حزب معارض، حزب حركة البناء، تنازل في نهاية المطاف.
نعم هو جزء من التنازل وليس وليس تنازل كلي يعني. هل هو تنازل سيد جمال غول؟ الحزب الأفلا أو أحزاب الموالاة لأن تكون رئيس البرلمان؟ لا يعتبر تنازل. التنازل يكون بمحض الإرادة، أما أن يكون مفروضا فليعتبر تنازل هذا. طيب سيد جمال غول، يوم خطاب جديد للفريق أحمد قايد صالح، أكد فيه أيضا بأن هناك معلومات مؤكدة حول الأطراف التي تدعو إلى المراحل الانتقالية، يقول بأنها تخدم مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها. هل سقطت ورقة المراحل الانتقالية في الماء بعد هذه الخرجة للفريق أحمد قايد صالح؟ طبعا هنا الاختلاف، الرؤى المطروحة على الساحة، هناك من ينادي بمرحلة انتقالية، رغم الاختلاف في حد ذاته بين من ينادي إلى هذه المرحلة الانتقالية. نحن كمجتمع مدني لما تكلمنا عن المرحلة الانتقالية كان كلامنا واضح جدا أنها مرحلة لا تزيد عن 6 أشهر إلى سنة كأقصى تقدير. هذه المرحلة يقودها شخصيات وطنية ذات مصداقية شعبية يقبلها الحراك من أجل أن يبعد النظام ورموز النظام السابق. فلا أرى أين هو الإشكال في المرحلة الانتقالية بهذا الوصف اللي وضعه المجتمع المدني. ليس المرحلة الانتقالية الطويلة المدى أو التي وقعت في بلدان مجاورة أو التي تطالب بمجلس تأسيسي من خلالها، ليس هذا هو المقصود. ولكن يعني هل التسمية في حد ذاتها ولات فيها مشكل؟ وهنا عندنا قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، سميها ما شئت سميها ما شئت، المهم لازم نكمل برك الفكرة ونكمل الفكرة. بالنسبة إذا كان سمح لي أستاذ، بالنسبة لتعيين شخصيات لقيادة المرحلة، من سيعين من؟ هذا هو المشكل، هذا هو الموضوع. كيف سنختار، كيف سنختار شخصيات لقيادة المرحلة؟ هل ستختارها يعني الجهات التي بلورت مبادرات أم سيختارها المجتمع المدني؟ من يختار لجنة يونس كريم؟ شكون يختارها؟ لجنة أنا في نظري لجنة كريم يونس لا تمثل إلا نفسها وتمثل دور الوساطة فقط، ستحاول أن تجمع وتقارب بين الأفكار. لكن في الأخير اختيرت ونصبت رسميا في رئاسة الجمهورية. نحن إذا ماهوش مشكل شكون يعين، ماهوش مشكل شكون يعين. أطراف الحوار واضحة، احنا مثلا في خارطة الطريق لتجسيد مبدأ السلطة الشعبية اقترحنا يعني قاعدة رباعية الأطراف، فيها 4 أطراف. الطرف الأول هو المجلس الأعلى للأمن كمرافق للمرحلة دون التدخل فيها. الطرف الثاني هو أنتم المجتمع المدني. من يعين المجلس الأعلى للأمن؟ أنا جايك دقيقة. من يعينه؟ أنا جايك دقيقة الحال، يعني نتحدث على الحال، يعني جايك دوك تفهمني. المجلس الأعلى للأمن كمرافق للمرحلة، المجتمع المدني من شأنه التوافق على اقتراح شخصيات فقط وليس تعيين شخصيات، اقتراح شخصيات لقيادة المرحلة ورسم المعالم. أنتم أحرار يا أخي، المجتمع المدني يجب. أنت تحت السؤال من يعين؟ راح نكمل لك. وراك تدير فيه اقتراحات فيها السؤال من يعين؟ راح نكمل لك. وما جاوبتش عليه. راح نجاوبك. قلت لك الطرف الثاني هو أنتم المجتمع المدني كطرف من شأنه الاقتراح شخصيات لقيادة المرحلة. الطرف الثالث هو إدارة التصريف كطرف يلتزم بتهيئة كل الظروف لتمكين الشعب من اختيار ممثليه لقيادة المرحلة. نحن نقول أن السلطة تعود إلى الشعب، نحن ضد منطلق التعيين، نحن مع منطلق أن الشعب نمكن الشعب من اختيار ممثليه. كيف يختار؟ الشعب يختار باختيار ممثليه من القاعدة. احنا عندنا أزمة ثقة، قلنا أن كل الحلول الأفقية. طيب ساعود إليك سيد، ساعود إليك سيد جمال غول. ممثليه في قضية العروش تاع تيزيوزو، واسألهم كيف كان الاختيار واش نتجنى أخطاء العروش. يجب أن نستفيد من هذه. طيب ساعود إليك سيد جمال غول في هذه النقطة، ولكن بعد أن أخذ فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود إلى أسماء حضراتكم. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج ميناء الحياة. كنا قبل الفاصل توقفنا عند خطاب الفريق أحمد قايد صالح في النقطة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية. سيد جمال غول، البعض يقول بأن دعاة المرحلة الانتقالية هم يبحثون فقط عن التعيين، مناصب بالتعيين، هكذا يقولون، كيف ترد سيد جمال؟ طبعا هذا هناك من يدعو ويقول بهذا الأمر، وهذا مرفوض. نحن رفضنا
رفضناه كمجتمع مدني، نرفض أن تكون مرحلة انتقالية بالتعيين بالكوطات لمجلس تأسيسي، كل هذا احنا رفض، أما هذا مرفوض. لماذا؟ لأنه رأينا أنه الآن الوضعية الهشة للمؤسسات الرسمية للدولة لا يمكنها أن تتحمل مثل هذه المناقشات ومثل هذه التعديلات في المرحلة هذه. أيضا تخوفات كثيرة تسري من وراء هذه الاقتراحات، لذلك احنا لم نقل بها. ولكن المرحلة الانتقالية، ليس كل مرحلة انتقالية مرفوض أو مصطلح مخوف، وإنما فقط ماذا نسمي المرحلة منذ خلع الرئيس السابق إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الانتخابات المقبلة، لما على بالناش وقتاش تاريخها. إذا كان المجتمع المدني، أقصد أنا ما نعيشه هو مرحلة انتقالية يعني بشكل أو آخر، إذا كان المجتمع المدني قال مرحلة انتقالية من 6 شهور إلى عام، اليوم احنا في مرحلة انتقالية مفتوحة لا نعلم آجلها، من هو الأحسن، أن تكون محدودة في مدة زمنية واضحة أم أنها تكون مفتوحة على كل عواقب وعلى كل ما يمكن أن يكون في المستقبل؟ فأظن أنه الأفضل أن تكون مرحلة انتقالية نسميها ولا نخاف من التسمية، ومضمونها نتفق عليه بتوافق مع جميع الأطراف وفق بطريقة بآلية الحوار الجاد والسيد، وليس ومن الذي يضمن بأنها ستكون شكلي؟ عام؟ من الذي، هل هناك ضمانات مسبقة بأن هذه المرحلة الانتقالية ستكون يعني في أكثر أجل عام؟ يعني هل هناك ضمانات مسبقة أم أننا سنخوض في الحديث على إقناع الذين لا يريدون المرحلة الانتقالية؟ قد يستغرق أيضا وقت بأننا سنقنع الآخرون. أقنع لي سيد جابر بن سديرة الذي يرفض المرحلة الانتقالية الآن، أقنعه، يعني سيكون هناك، سنخوض في جدلية أخرى. هذا يتوقف على الإرادة السياسية، كي تكون كاينة إرادة سياسية باش نروحوا إلى مرحلة انتقالية محدودة ومضمونها واضح، بحيث لا يمس الدستور في جوهره، فلا يمكن بعد ذلك أن نستغرق أكثر من ذلك، والجهود كلها تصب من أجل أن نخرج من الأزمة وفق آليات محددة في مرحلة محددة زمنيا ومحددة مضمونا، ومخرجاتها تكون واضحة عبر توافق يكون عن طريق آلية الحوار الجاد السيد الذي يكون له مصداقية عند الحراك. أما أن يكون هناك لجنة حوار في كل يوم نسمع عن استقالات. نبقى في المرحلة الانتقالية. السيد جبر بن سديرة يقول لك، ما هو الأفضل؟ هل نذهب إلى مرحلة انتقالية عمرها ما بين 6 أشهر إلى العام؟ ما هو الأفضل؟ أم أننا نبقى في مرحلة انتقالية لا نعلم متى تنتهي ومتى يعني نكون هناك حل أو مخرج لهذه الأزمة؟ هي طبيعة الحل يعني تختلف الأسماء والنتيجة واحدة. يعني احنا ننظر يعني وفق الأطر الدستورية أنه المرحلة التي تمر بها الجزائر هي مرحلة استثنائية، يعني لم تمر بها الجزائر أو أي دولة، يعني يعني لا يوجد أي دولة مرت بمرحلة تشابه المرحلة اللي رأنا فيها. احنا نظن في رأيي نسموها فترة استثنائية، ليس مرحلة انتقالية، فترة استثنائية. قد سبق و علاش، لماذا نسميها استثنائية ومش انتقالية؟ لماذا؟ لأن مصطلح الانتقال يمكن أن يؤول في المصطلحات السياسية، لكن معليش علاش هو اختار استثنائية مش انتقالية؟ علاش؟ لأن مصطلح، هل هو لإرضاء جهة معينة؟ سأجيبك. نعم، لأن مصطلح الانتقال يرتكز على منطلق تعيين، ونحن نرفض منطلق التعيين. ومن قال بأن الانتقال يرتكز على التعيين؟ مبادرتكم مثلا. كيفاش؟ أنتم تتحدثتم عن رحيل حكومة بدوي ونحن نشارطيركم الرأي طبعاً، ولكن لم تضعوا لنا الآلية لتمكين الشعب من اختيار من سيقود المرحلة. هذا هو السؤال اللي نطرحه عليك. طرحنا الآلية، كيف سنمكن الشعب من اختيار من سيقود المرحلة، أم سنذهب بمنطلق تعييني؟ الشعب في الحراك في كل الجمعات كان ينادي بمن يثق فيه لقيادة المرحلة المقبلة. ذكرت أسماء كثيرة في الحراك. سأجيبك. أنا شخصيا زرت الشرق والغرب والشمال والجنوب، في كل ولاية ينادون بأسماء، يعني دون ذكر الأسماء. كي تروح للغرب تسمع أسماء، تروح للجنوب تسمع أسماء. العبرة بالغالب، المشكل عبرة بالغالب، مش عبرة لا يوجد غالب. منطقة القبائل عندها أسماء مختلفة تماما عن منطقة ورقلة أو منطقة مثلا منطقة أخرى، أي منطقة أخرى. أنا نأكد لك شيء، هذا أنه في الشرق وفي الغرب ليست نفس الأسماء. يعني باش تقول لي انه بحكم انه نادوا بها في الحراك راح يعني نعينوها، انا نقدر نقول لك حاجه واحده اخرى، انه حراك 22 فيفري هو ليس
نفسه حراك اليوم. حراك 22 فيفري كان فيه 20 مليون جزائري في الشارع. إيه؟ الحراك اليوم نظن يعني هذه مجرد راي شخصي انه الحراك قد اخترق بامتياز بشعارات ولافتات ممنهجه وغيرها. من اخترقهم؟ ما زلت داخل الحراك تخرج للشارع بيوم الجمعه؟ هي عندي ثلاثة اسابيع من اللي توقفت عن الخروج من الحراك لسببين. السبب الاول انه مطالب الحراك في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب ليست هي نفسها. السبب الثاني اني تعرضت لحمله حمله تشويه كبيره يعني في الفيسبوك طالت اكثر من تقدر نقول لك 1000 صفحه. هي صفحات طيب. يعني مدعومه بالمال. صفحات هذه تروج لاكاذيب يعني باني انتمي الى حزب لفلان. هم فقط استغلوا صوره كنت قد وضعتها سابقا يعني في الفيسبوك وصنفوني اني من الافلان. وانا اقول يعني من هذا المنبر اني عمري ما مارست السياسه. عمري ما انتميت لاي حزب سياسي. ولكن يعني تمارس السياسه الان. ولكن تمارس السياسه الان. اسمح لي دقيقه من فضلك. بهذا المنطلق كنت هبطت يعني بعد الهجمه الواسعه هذه هبطت للحراك وتعرضت الى الطرد من بعض الناس في ساحه اودان اللي يعني باين توجه تاعهم. وللاسف الشديد تعرضت للطرد من بعض الاشخاص الذين صدقوا الاشاعات. طيب سيد. هذه هي الفكره. طيب سيد جمال غول يتكلم على انه الحراك حراك 22 فيفري او حراك الاسابيع الاولى من الحراك الشعبي هو ليس هو الحراك في الاسابيع الاخيره يعني. ما هي المطالب التي نستند إليها الآن في نهاية المطاف لكي هل هي مطالب في بداية الحراك أم في آخرها أم في مجملها يعني؟ لا طبعا الأمر طبيعي لا يكون الحراك في 22 فبراير هو نفسه في شهر أوت أو في شهر جويلية أو في شهر رمضان. هذا أمر طبيعي جدا لأنه هذا الحراك له موجات ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا وتعود في مستوى معين في كل مرة على حسب الظروف. الآن فترة العطل وفترة الإجازات وفترة رمضان ماشي نفسها، لكن استمرار الحراك بهذه السلمية ولو بأعداد قليلة فيه رسالة قوية أن الأزمة لا زالت قائمة ولا بد أن تحل هذه الأزمة. الآن لو يكون هناك أمر آخر في طريق الحل لا يعجب الشعب سوف يعاود يرجع الحراك إلى زخمه الأول كما كان. فقط الآن كأنه هناك نواب عن الحراك اللي كان في 22 فبراير اليوم كان النواب يستمرون على مدار العام في هذا الحراك، وإذا ما تطلب الأمر أن يزداد الزخم سوف يزداد تلقائيا للوعي الذي يوجد عند هؤلاء الذين ينشطون في الحراك منذ بدايته إلى أن تنفرج الأزمة بإذن الله تبارك وتعالى. المطالب طبعا المطالب الأساسية واضحة ولا ينبغي أن نتفرع عنها إلى مطالب أخرى. المطالب التي انطلق من أجلها الحراك هو تغيير نظام وانتقال ديمقراطي سلس سلمي واضح. كيف نغير النظام وكيف نذهب إلى وضع آخر سيد جمال الغول؟ وأنت مع الذين يدعون إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الأجال. اليوم أيضا الفريق أحمد قايد صالح تكلم على أن الانتخابات ستكون فرصة حقيقية لتجسيد الإرادة الشعبية وترجمتها على أرض الواقع. سيد جمال الغول، يعني هل يمكن أن نذهب إلى انتخابات رئاسية بنفس القوانين التي أنتجت لنا كل النتائج المزورة في كل الانتخابات السابقة؟ شكون اللي عنده الجرأة وعنده الشجاعة باش يذهب إلى انتخابات بنفس القوانين اللي كانت هي نفسها؟ سيكون هناك تعديل في قانون الانتخابات في السلطة المستقلة. هذا هو معنى محالة انتقالية. هذا الذي قلنا فقيل خرج منها البلد. من إذن احنا؟ نعم نحن قلنا في مبادرتنا في 15 جوان أنه لابد من انتقال ديمقراطي وفق مسار انتخابي. والمسار الانتخابي المعروف هو انتخابات الرئاسية ولكن وفق ضمانات. واليوم احنا في ندوة 24 او لقاء التشاوري تاع 24 اوت نريد ان نصل عفوا الى تقريب وجهات النظر باش يكون هذا المنادات الى انتخابات رئاسية ما يكونش من طرف كتلة او قطب واحد فقط. لابد أن نذهب جميعا إلى نفس الحل مع جميع الحساسيات ومع جميع الفاعلين. لذلك نحن نعمل الآن في لجنة صياغة ومتابعة للوثائق اللي كانت في وثيقة 15 جوان ووثيقة 26 جوان ووثيقة 6 جويلية.
باش نديروا وثيقه جامعه. طيب تقريب وجهات النظر سيد جمال الغول، تقريب وجهات النظر حول ماذا؟ حول الانتخابات. هل هناك اشخاص او هناك اطراف او تشكيلات سياسيه ترفض الذهاب الى الانتخابات حتى يعني نوحد من الاراء والمواقف؟ لا يوجد حزب سياسي يرفض الانتخابات. لا يوجد من يدعي الديمقراطية يرفض الانتخابات. لكن هذه الانتخابات لابد أن نتفق على ضماناتها باش تكون نزيهة، ما تكونش كالانتخابات السابقة اللي كانت وصمة عار لبلد المليون ونصف مليون من شهداء الجزائر رحمهم الله. نريد ضمانات من أجل أن لا نقع في نفس الأفخاخ السابقة التي فوتت علينا يعني نهضة عظيمة لهذا البلد بسبب التزوير اللي كان يقع في الانتخابات السابقة. الآن إذا كان هذه الضمانات جاهزة، إذا هذه الضمانات ما كانش مشكل مع الضمانات، نذهب للانتخابات ولا يوجد من يرفض الانتخابات. طيب اليوم بعض الناس تخوفاتهم موضوعية، اللي يقول لك اليوم نروح انتخابات رئاسية من التزوير. التزوير حاجة زيد، لما انتخب رئيس جمهورية بصلاحيات الحالية تاع امبراطور، ما الذي يضمن انه بعد ما يطلع هو رئيس جمهورية ما يعاودش يرجعنا للنظام السابق بصلاحياته اللي عنده، صلاحيات الامبراطورية اللي عنده؟ فتخوفات موضوعية. لابد الان ان نلتقي جميعا جميع الاطراف من اجل ان نقرب وجهات النظر وان نبدد هذه المواقف. ان نبدد هذه المخاوف. سيد جابر بن سديرة يقول لك بان هناك مخاوف كبيرة، مخاوف مشروعة من اجل عدم تزوير الانتخابات والوقوع في فخ ما كان يجرى ويجري في الانتخابات السابقة. هل هناك ضمانات؟ هل تستطيع لجنة الوساطة والحوار أن توفق في إيجاد هذه الضمانات سيد جابر بن سديرة؟ ضمانات من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الأجل. هم يرفضون لأنه ليست هناك ما يبرر للذهاب. هي يعني من منطلق أنك جميع الاستحقاقات التي أجريت من قبل منذ الاستقلال، يعني منذ الاستقلال قد زورت أو قد يعني تحايل عليها يعني من طرف النظام السابق. نحن يعني أوافقه الرأي وأشاطره بضرورة إعادة مراجعة وتصحيح قانون تنظيم الانتخابات. أيضا أشاطره الرأي فيما يخص إعادة النظر في الجهات التي ستشرف على الانتخابات، ونحن مع طرح أن نزع صلاحيات من وزارة الداخلية ومن الولايات وإعطاء وإحداث يعني سلطة وطنية للإشراف على الانتخابات، ولكن يعني هذه السلطة يجب أن يعني تتصف بصفة واحدة ووحيدة. هذه يعني وفق الدراسة اللي درناها. واليوم الفريق أحمد قايد صالح قال بأنه أو جدد الدعوة إلى ضرورة التعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية، هكذا قال. نعم. هي صفة الإشراف على الانتخابات. يعني كل من يكتسب هذه العضوية يجب أن يتصف بصفات الحياة، يعني صفات الحياة هي التي تجسدها أغلب القوانين التي تجسد مبدأ السلطة الشعبية يعني عبر دول العالم. الصفة الثانية هي بالنسبة للشق الرقابي، الجانب الرقابي، هي استقلالية الجهات القضائية. احنا عندنا في الدستور تاعنا في المادة 194 يعني تنص على أن رئيس الجمهورية يعين القضاة للإشراف على الانتخابات. هنا نظن باللي يعني وشفنا هنا في الدراسة اللي درناها أنه يجب على أسلاك القضاء انتخاب قضاة لاكتساب العضوية في هذه اللجنة، يعني بدون اللجوء إلى المنطلق التعييني، ويكون لهؤلاء القضاء السلطة التامة، يعني لا يخضعون إلى أوامر النظام السابق أو إلى أوامر الهاتف كما نقول. يعني النقطة الثالثة والأخيرة هي المراقبة، يجب إعادة نظر في صلاحيات ممثلي المترشحين، لأنه هنا عندنا نشوفوا باللي يعني 60,000 مركز انتخابي، مستحيل يعني باش يعني مترشح يقدر يعني يراقب كل الصناديق. ونظن هذا يقدر يعني المجتمع المدني بجميع أطيافه أنه يكون طرف فعال في عملية مراقبة الانتخابات. أما الإشراف فلا يجب أن يتصف بأي صفة حزبية أو أي انتماء يعني يميل لصفة أو لأخرى حزبي. يعني هل يعني نحن نستطيع في أقرب الأجال تشكيل هذه الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم، أو هل لدينا تصور عام واضح حول هذه اللجنة؟ طبعا هنا السؤال المطروح هو يعني لماذا يتم تجاهل المبادرات المطروحة؟
احنا مبادره 15 جوان تاع المجتمع المدني كنا تكلمنا على هيئه مستقله لمراقبه الانتخابات او السلطه كما سميت باش تكون تضمن وعلى ما نزاهه الانتخابات. ولكن لماذا تتجاهل تلك الندوه او تلك المبادره تاع المجتمع المدني، تتجاهل ولا يلتفت اليها، ومن بعد ياخذوا فيصل واحد من هذه المبادره اللي هو فيصل واحد ويروحوا ويعطوا له قيمه كبيره جدا ويأسوا، يعني يقترح لهم لجنه حوار ويتكلم عليها رئيس الجمهوريه ويقول انها مبادره ايجابيه. مبادرة عين بني حتى اليوم ثمن مبادرة عين بني قايد صالح ثمن هيئة الوساطة والحوار اللي عملها. بصح لكن هذه اللجنة تاع الوساطة من أين تخرج؟ من أين تخرج؟ يعني كل المبادرات تكلمت على لجنة الحوار، وعلاش نلغيو كاع المبادرات ونروحوا نشوفوا احنا فيصل صغير جدا هي تسعى باش ناخذوا من عنده هذه المبادرة هذه. سيد داوود هي تسعى لجمع هذه المبادرات. عين بنيان عين بنيان حضرها أكثر من 900 شخصية من آليتها الحوار، من آليتها الانتخابات، من آليتها اللجنة لمراقبة الانتخابات، لماذا لا يلتفت إليها وتتجاهل هذه المبادرة؟ مبادرة 24 أوت جمعت الأطياف كلها باختلافات رؤاهم ومستعدين أن نديروا رؤية واحدة وثقة واحدة، ولكن لماذا لا يلتفت إلى هذه المبادرات؟ لماذا؟ احنا هذه اللجنة السلطة لمراقبة الانتخابات احنا قناعتنا أنها باش تكون عندها مصداقية وتؤدي عملها كما ينبغي، أن تكون مخرج من مخرجات الحوار الجاد السيد. أما أنه شكون يديرها، شكون ينصبها، يصيرها كما لجنة كريم يونس وتولي فيها أقاويل وفيها استقالات وفيها في الحركة. أنتم لا تعترفون بهيئة كريم يونس، يعني غير ناوينا للالتقاء معهم كما تفعل بعض الأحزاب السياسية. احنا لجنة كريم يونس كان مستدعى لها إطارات من نقاباتنا في الكونفدرات النقابات الجزائريه، منها الدكتور الياس مرابط، منها بوديبه مسعود، منها صادق الزيري الى غير ذلك. ثم يعني كانهم التفوا حولهم وما جابوهمش وجابوا اخرين. الان هذه الاستقالات المتكرره والجماعيه لاعضاء هذه اللجنه، هذا على ماذا يدل؟ يدل على انها غير ناجحه، على انها ما عندهاش مصداقيه. الانتقادات التي وجهت لها من طرف الحراك هذا يدل على انها غير ناجحه. لماذا لا نعمل على ان تكون لجنه ناجحه؟ نحن لسنا ضد الحوار كما يروج عنا، لكن الانتقاد لا يعني بالضروره ضد المجتمع الجزائريون. لما يكون رئيس اللجنه سيد جمال غور لما تنتقد في نهايه المطاف هذا لا يعني أنك او حتى الحراك الشعبي لما ينتقد شيء لا يعني انه مرفوض او انه غير مرحب به في نهايه المطاف. قد تنتقد لكي تصلح امرك في نهايه المطاف. هيئه الوساطه والحوار يقول بعض عنها انها يعني صلحت ما يمكن تصليحه او اعادت المكياج لنفسها بتشكيل لجنه حكماء، لجنه عقلاء في نهايه المطاف. ام كيف تنظر انت ايضا اليها سيد جابر؟ يعني نكملك فقط نكملك يعني الان لما لجنه الحوار ووساطه تعين لجنه حكماء، هل الحكمه غائبه عن اللجنه الاوليه الاساسيه؟ ما عندهمش حكمه هما حتى نجيبوا لجنه حكماء اخرى؟ هذا امر اول. الامر الثاني، كيفاش انت تعلن عن اسماء في لجنه الحكماء وهذا الناس يجيو يتبرؤوا ويقولوا ما اتصلوا بينا، ما هضروا معنا، ما قلنا لهم ايه؟ فهذا اللعب هذا على من؟ هذا اللعب على ذقن من؟ لماذا لما يجي رئيس لجنه يقول كلام فاحش، كلام بذيء امام الصحافه، شكون يقدر بعد يجلس معاه ويتحاور معاه ويكون مخرجات قويه وتخرجنا من الازمه؟ نحن لسنا ضد اي شخص، ضد اي لجنه، ولكن لابد ان تكون مصداقيه، لابد ما يكونش تلاعب في امور مهمه عندها مخرجات تكون مصيريه فيما بعد. طيب اليوم مؤسسه الجيش سيد جابر بن سديره ثمنت هذه اللجنه ولعملها وللقاءات التي تقوم بها مع اطياف والاطراف السياسيه، تلتقي او التقت بالامس مع كثير من الاحزاب السياسية مع حركة البناء عبد القادر بن قرينة. هل تعتقد بأنها ستوفق في جمع ما يمكن جمعه في المجتمع المدني أو حتى في الأحزاب السياسية أو حتى في الحراك الفاعل الوحيد الآن؟ يعني الذي يعاب على لجنة الحوار أنها لم تفسر لنا طريقة انتقائها لمن شارك يعني في اللقاءات السابقة. يعني نحن نثمنوا حاجه واحده نثمنوها في لجنه الحوار، انها دعت المواطنين بان يبادروا بجلسات للحوار عبر ولاياتهم. يعني النقطه هذه هي المبدا الرئيسي. هنا نحن نوافق على كلمه وساطه،
أما كلمة حوار بالانتقاء فلا نوافق عليها، يعني تهيئة كل الظروف للحوار ممكن. هنا نتمنى إن شاء الله أنه يعني الشباب والمجتمع المدني والفاعلين والناشطين أنهم يبادروا يديروا مبادرات في ولاياتهم، مبادرات للحوار، يعني حتى وإن كانت مبادرات جوارية يعني تقام في دور الشباب. ولو كنا يعني بالمناسبة كنا قد اتصلنا رسلنا مصالح وزارة الشباب والرياضة وطلبنا منهم أن يعني يمنحونا ترخيص فيما يخص دور الشباب عبر التراب الوطني لانطلاق ببرنامج فاعل يعني فيما يخص الحوار، ولكن للأسف الشديد لم نتلقى رد إلى حد الساعة. يعني لجنة الحوار يعني قلت لك نثمن قرار واحد فقط، ونتمنى أنه يتجسد ميدانيا بمنح تراخيص للشباب في تنظيم لقاءاتهم في ولاياتهم. مانع بأن تجلسوا مع كريم يونس في طاولة واحدة وتدلوا بمبادراتكم لهم وتفرضون ربما بعض النقاط التي جاءت في مبادراتكم، ليس لكم مانع أن تجلسوا معه؟ نحن يعني لحد الساعة لم يتصل بنا يعني بشكل رسمي مبدئيا، ولكن للمشاركة مبدئياً. ولكن نحن لسنا ضد يعني إبداء برأينا والذهاب بسقفنا المرتفع، لأنه يعني هنا منذ بداية الحركة بتاريخ 28 فبراير قدمنا مشروع الندوة الشعبية المستقلة، وهو حوار شامل يعني شباب يجي من كل أطياف المجتمع، يجي أيضا من يعني من الجزائر العميقة، حتى أنه في المشروع تاعنا تحدثنا على ممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج يعني في الحوار. احنا شيء هذا بالعكس، احنا منذ بداية الحراك ونحن نسعى إلى حوار شامل، ولكن هذا الحوار لا يجب أن يتصف يعني أن يتخذ قاعدة الانتقاء والاختيار في اختيار من سيشارك في هذه الندوة. طيب ما هي نقاط التقاطع والاختلاف الموجودة اليوم في الساحة السياسية حتى نعرفها، حتى أيضا نعالجها ونذهب مباشرة إلى مركز الداء؟ ما هي نقاط التقاطع والاختلاف مع مكونات هذه الطبقة السياسية وحتى فعاليات المجتمع المدني وحتى ما يطلبه الحراك، ما تبقى من الحراك؟ طبعا بالنسبه للحوار، الان رئيس اللجنه الحالي يقول بلي طلبنا من رئيس الدوله باش يدير اجراءات التهدئه او اجراءات بعث الثقه او اعاده الثقه الغائبه، وذكر جمله من هذه. لحد الان لم ينفذ طلبه، فاذا كيفاش نثق في هذا الحوار انه سوف تكون مخرجاته سيده وسوف تنفذ مخرجاته وتوصياته؟ هو في المرحله الاولى يعني تعثر كل شيء، فالامر ينبغي ان يصحح من الاول، ما يبقاش هذا التمييع الذي لا يخدم الأزمة ولا يخدم البلد ولا أحد يرضاه، اللي حب ينقذ البلد وليس من أهدافه أن ينقذ جهة معينة أو أشخاص معينين. نحن ندافع عن المواقف والقناعات، لا ندافع عن المصالح الشخصية. اليوم نقاط تقاطع كثيرة جدا، الكل متفق أن الانتخابات لا مناص منها كحل في الأخر لنمكن للسيادة الشعبية، هذا الكل متفق عليه. لكن الآن الضمانات اللي لازم توفر في هذا يعني الباب، الاختلاف هو في الضمانات، الاختلاف في الضمانات، هل تكون ضمانات قبل الانتخابات أم بعد الانتخابات؟ تعديل قبل الانتخابات، لا، هناك من يقول أنه ندير انتخابات وبعد الانتخابات ندير تعديل الدستور وصلاحية الرئيس وكذا وحل البرلمان وإلى أوان نعدل الدستور قبل الانتخابات. هناك من يقول بهذا الأمر. فالآن ما الذي يمنع باش لماذا السؤال لماذا التمسك بحكومة بدوي؟ هل إيقاد حكومة بدوي يعتبر تنازل؟ هذا يعتبر تنازل، لأن حكومة بدوي هي حكومة النظام السابق، ليس كذلك؟ الآن حرية الإعلام، تحرير الإعلام الخاص والعام، هل هذا تنازل؟ هذا حق دستوري. فهذه أمور تجعل أو تبعث الثقة من أجل أنه كان نية وكان حسن نية لحوار جاد باش نخرج من هذه الأزمة. الآن هذا ما تعمل عليه فعاليات المجتمع المدني، أن تقرب بين الرؤى، بين جميع الوثائق اللي مطروحة الآن وفيها خطوات وآليات جادة للخروج من الأزمة. فإن شاء الله سوف نعمل على أن نصوغ صياغة وثيقة جامعة يكون فيها توافق بين جميع أطياف المجتمع، ثم لابد أن نسير إلى ذلك. يروج لفكرة التفاوض بدلا من الحوار، هل أنت مع التفاوض أم مع الحوار؟ طبعا الحوار في باب معين والتفاوض في باب آخر. المرحلة الأولى تستدعي الحوار مع جميع الأطراف،
لما نلحقوا الى ارضيه قويه في هذا الحوار كمخرج، نروح نشوفوا ما هو ما الذي ينبغي ان يتفاوض عليه وما لا ينبغي ان يتفاوض عليه في المرحله. في هذه النقطه سيد اليوم ايضا تكلم عليها الفريق احمد زقايد صالح، قال بانه على غرار ما يروج له مؤخرا، قال بانه الترويج لفكره التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب وممارسه الالاعيب المفضوحه عبر التركيز على قضايا هامشيه لا فائده ترجى منها. يا نظن يعني النقطة الأساسية التي يجب أن نركز عليها هي نقاط التوافق كما تحدثت سابقا. أنا نظن كاين نقطتين للتوافق في يعني في الحوار اللي شفناه يعني في كل المبادرات، أنه ضرورة رحيل بقايا رموز النظام السابق، وثم الاتفاق على تشكيلة اللجنة المستقلة للإشراف الانتخابات وقانون تنظيم الانتخابات، يعني هذه هي أهم العوامل. العوامل هذه نظن لا تحتاج يعني إلى تفاوض، لأنه يعني حتى السلطة الفعلية القائمة في البلاد يعني قالت ورحبت ب يعني بضرورة حياد يعني الداخلية والإدارة واستقلالية تامة لهذه الهيئة. نظن بلي نحن متفقون على النقطتين الأساسيتين في المرحلة. طيب في 15 ثانية كلمة أخيرة سيد جمال الغول قبل أن نختم هذا النقاش. احنا المسؤولية اليوم مسؤولية عظيمة جدا، مسؤولية أخلاقية، حبسونا من التخوينات وحبسونا من التكذيبات وحبسونا من هذه الأمور الأخلاقية، ومسؤولية أيضا سياسية، ولا بد أن تكون الخطوة للحل السياسية. والسؤال لماذا تعطلت الخطوة السياسية إلى اليوم؟ قناعتنا أنه كلما زاد أمد الأزمة كلما تعقدت وكلما تعفنت. قناعتنا في الأخير أنه المجتمع المدني هو اللي عنده الحظوظ، مش ما نقولش هو الوحيد، اللي عنده الحظوظ الكبيرة اللي يمكنه أن يتوسط في المعادلة اليوم اللي هي متأزمة. طيب. المجتمع المدني خليه يخدم في هذا تقريب الرؤى بين جميع المبادرات. شكرا جزيلا. وسوف يصل إلى وثيقة ترضي الجميع بالتوافق ونخرج من الأزمة. شكرا جزيلا لك السيد جمال غول رئيس المجلس الوطني لنقابة الأئمة، والشكر أيضا موصول للسيد جابر بن سديرة ناشط سياسي وناشط أيضا في الحراك في 10 ثواني أو 5 ثواني رجاء لأن الوقت. نعم. نقطة أخيرة، هنا نثمن يعني دور الجهات القضائية في محاربة الفساد، ونريد الإشارة إلى ضرورة وحتمية محاسبة من أشرف على تزوير 6 ملايين استمارة. طيب. لأن هذا هما العامل الأساسي. شكرا جزيلا لك سيد جابر بن سديرة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، أنتم أيضا على متابعتكم لنا. مني أنا زكي عليلات، لكم أجمل التحيات، إلى اللقاء.